السلام عليكم متابعينا الأعزاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة شاهد كيف. في هذا المقطع سنشاهد مجموعة من المواقف المحرجة التي حدثت لبعض المذيعين ومقدمي البرامج ونشرات الأخبار أثناء المباشر، فلنتابع الفيديو حتى النهاية. يبدو أن نسيم هواء أحرجك أمام الجميع. يبدو أنه متحمس أكثر من اللازم. يا له من أمر محرج. هذا المراسل يلتفت لينصدم بوجود متزلج يتوجه نحوه بسرعة مذهلة، لكن لحظة الانصدام أسطورية. على مهلك، أنت تعلم بأنك محط أنظار الجميع. هل كل ذلك الرعب بسبب حيوان لطيف؟ تبدو المحاضرة شيقة للغاية، لكن يبدو أن الكرسي لم يتحمل جلوسك عليه لمدة أطول. هل يعلم أحدكم من أين أتت تلك؟ أظن أنك باستوديو للتصوير وليس بمدينة ملاهي للعب. لم أتوقع أنك ترتدي شعراً مستعراً، كنت أظنه شعرك الحقيقي. على مهلك، لست بمضمار للسباق. أو لا، يجب أن تحذري. أظن أنها أرادت أن تلهو حسب ولم تقصد فعل ذلك. يا لك من طباخة ماهرة. سيداتي وسادتي، هكذا نقوم بإشعال النار. وتغني بكل ثقة، لو لم تقومي بقلبه لما كشف أمرك. يا له من أمر سيء، إنه محرج للغاية. إنها تعزف بكل برعة. ماذا؟ يا لها من مسكينة، لقد انكشف أمرها. ما هذا البروتوكول الجديد؟
هل كانت تلك فكرته يا ترى أم أنها اقترحت عليه؟ هل هذا الجزء أيضا كان ضمن الرقصة؟ لا أظن ذلك. يا لها من صدمة قوية، كيف حصل هذا؟ هل تعمد فعل ذلك أم أنه ظلمه؟ ما هذا الذي قمت بفعله؟ يا لك من مجنون! أوه، يا لها من مهاجمة سريعة! على مهلك يا فتاة! يا لك من مجنون! أحب كثيرا من هذه الألعاب. شكرا جزيلا. ماذا؟ هل كان يتعمد فعل ذلك حقا؟ ما هذا الذي تفعله يا ولد؟ يبدو أنه وقع التباس في أمر الإعلان عن الفائزة. هل أنا على صواب أم أنني مخطئة؟ هل تحملين شيئاً دون أن تري ماهيته؟ أم أنك لا تبالين؟ يا له من هجوم غير متوقع! برأيكم، ما هو أسوأ موقف فيما بينهم؟ وأي منها كان مضحكاً بالنسبة لكم؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في قسم التعليقات أدناه. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات. وشكرا لكم على المشاهدة. مهلا، نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.